إذن لماذا؟ لا يدرى. لا نجد من واقع إلا أن السجون قد امتلأت، والإجراءات المتشددة في استمرار إن لم تكن في تصاعد، وعدد الشهداء قد ارتفع، ولا واحد من الملفات التي تقف وراء الأزمة وتفاقمها قد حل، وقد جد سحب جنسيات لعدد من المواطنين، وزاد التضييق على الشعائر الدينية وحرية التعبير، واستدعي عدد كبير من العلماء وخطباء المنبر حسيني، وكل ذلك زاد من السخط العام ووسع الهوة بين طرفي الصراع في ساحة الوطن. قد يقال لا بأس بكل ذلك إذا أعطى، قد يقول البعض لا بأس بكل ذلك إذا أعطى النتيجة المطلوبة وأوصل إلى الغاية المهمة. وما هي؟ هي أن تصمت الدعوة إلى التغيير والإصلاح، أن تندحر المعارضة، أن يسكت الناس على الظلم، أن يبقى ما كان على ما كان، أن يقهر صوت الحرية، ألا يطالب أحد بحق، أن يصبر الناس على التهميش والحرمان والتمييز ولو عن قهر وتحت ضغط هائل. والجواب أن الصوت المطالب بالحق والتغيير والإصلاح والحرية لم يصمت، لم يخفت، لم يتوارى، لم يتراجع، لم يخف، وأن كلما زاد البطش والتنكيل والقسوة في وجهه زاد ارتفاعا واتسع دائرة وعظم إصرارا وعنادا. فنتيجة الإذعان للفساد والتراجع عن المطالبة بالحقوق تحت طائلة سياسة التعذيب والعنف والإرهاب والتنكيل، والتي يراها هذا الرأي خيرا على سوئها ومنافاتها للدين والحق والعدل ومصلحة الوطن ومسار التقدم، لا وجود لها على الأرض. ويستحيل على هذا الشعب التراجع عن مطالبه العادلة أو التهاون فيها في ظل وعيه وعزمه وتصميمه ومعاناته ومكابدته، فتبقى هذه النتيجة وهما في ذهن من يذهب إليها الآن وبعد الآن وعلى طول المدى. البحرين بخير بلحاظ ما عليه إنسانها اليوم من التهاب وعي ويقظة ضمير وفهم دين وصحة رؤية ومتانة انتماء للإسلام وتمسك بالحرية وإيمان بالتغيير والإصلاح وسلامة نية وحب للخير وحرص على الأخوة الإسلامية والوطنية واحترام لإنسانية الإنسان وعزم وتصميم وروح عطاء وفداء بلا تهور ولا غرور ولا سفة ولا عدوانية ولا شهوة انتقام ولا ميل للعنف والإرهاب وحالات الانفلات البعيد عن قيم الدين وعن العقل والحكمة والرشد والنظر البعيد. ثم إن الوطن بلا إصلاح يعني أن مشكلته بلا حل. الشعب يدرك ذلك، الخارج يدرك ذلك، الحكومة نفسها تدرك ذلك. إذن هل تنتظر السلطة أن تتغير المعادلة مما يعفيها من الإصلاح؟ أولاً، الإصلاح ضروري في ظل أي معادلة جديدة فرضت، إلا أن يراد شر الوطن وخسارته. ثم إن على الحكومة ألا تنتظر من إنسان هذا الوطن أن يتنازل عن حريته وحقوقه وكرامته وأي شيء من دينه، أو ينسى ما تتطلبه مصلحة وطنه التي لا انحفاظ لها من دون إصلاح، وإصلاح جدي وصادق. فإذا خرجت حكومة عن وظائفها إلى العكس فقدت
فقدت اعتبارها تماما ولم تبق لها شرعية سماوية ولا أرضية في نظر عاقل. كل من الإعراض عن الإصلاح وتسويفه لا ترتكبه سلطة تريد خيرا لوطنها. وهناك أمر يتصل بشأن هذا البلد المسلم ينبغي أن يسر له المسلمون في كل مكان. فتحت شهيتك، لكن الأمر في العكس، يتجه إلى العكس، وهو أنه هنا تفتح مراقص وتهدم مساجد، ويحارب ساعون إليها لذكر الله وتمنع الصلوات. هنا أبا جميل شعب لا ينساك، ومعاناته تزيده ذكرا جميلا لك، وإحساسا عميقا بالحاجة إلى دورك. شعب يحبك ويكبرك، وتزيده المحنة حبا وإكبارا لك بما تثيره من ذكر وفائك وإخلاصك وتضحيتك وجهادك وصمودك وبسالتك. شعب يستلهم الدروس المربية منك، ويرى في كل يوم من أيام ذكراك حافزا يدفع به على طريق المطالبة بالإصلاح والحرية والكرامة، واختيار تقرير المصير في أسلوب حضاري سلمي لا يشد في شيء عن مقررات الشريعة وضوابط الدين الإسلامي القويم. شعب سيبقى وفيا مخلصا كما كنت وكما أحببت له وكما دعاه الدين لربه ودينه وشعائر دينه ولوطنه بإنسانه وأرضه، أمينا على ثروة بلاده، غير مفرط في المطالبة بحقوقه، غير متوان عن استرداد حريته وكرامته. كنت معلما لهذا الشعب، وستبقى معلما له، وسيبقى ذاكرا لك الجميل.